بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. النهاردة إن شاء الله معنا مجموعة من أخبار التعليم، خطة تحويل القنوات التعليمية لمدارس بديلة في العام الدراسي الجديد، وأيضا خبر التعليم تكشف عن 4 معلومات مهمة بشأن مجموعات التقوية بالمدارس، وحضور الطالب للمدرسة يومين ليس هدفه شرح المنهج، ده اللي إن شاء الله هنتعرف عليه في فيديو النهاردة. كشفت وزارة التربية والتعليم عن 4 معلومات مهمة بشأن مجموعات التقوية بالمدارس في العام الدراسي الجديد، وهي كالتالي: سعر الحصة سوف يتراوح ما بين 15 جنيه لحد أدنى وحتى 85 جنيه كحد أقصى. مدة الحصة وفقا للقرار الجديد ستكون ساعتين. المعلم سوف يحصل على حقه من مجموعات التقوية فورا بدون روتين أو بيروقراطية، ولن ينتظر وقتا طويلا كما كان يحدث في السنوات السابقة. يحصل المعلم على نسبة 85% من القيمة المحصلة، بينما تحصل المدرسة والإدارة التعليمية على نسبة 15% فقط. في سياق متصل، أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، فإنه سيتم إتاحة شرح جميع المناهج المقرر عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، وكذا المنصة الإلكترونية ليستدي إي كي بي أو بنك المعرفة المصري. وكشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أنه بالنسبة لقرار حضور الطالب لمدة يومين إلى المدرسة، فإن الهدف منه أو منهما ليس شرح المنهج كما يعتقد البعض، وإنما الهدف الأساسي هو تطبيق ما يشاهده الطلاب في البرامج التعليمية والمواد التفاعلية على الإنترنت، وبالتالي فإن اليومين اللذين سيحضرهما الطلاب في المدرسة لن يكونا لشرح المنهج. أضاف حجازي أنه تم الانتهاء من الخطة التعليمية، وذلك بتوزيع الدروس على الحلقات في البرامج التلفزيونية، وسوف يتم عمل جداول بها للطلاب وأولياء الأمور والمدارس، كما كي تسبق حصة التلفزيون حصة المدرسة، لأن حصة المدرسة سوف تكون بمثابة تطبيق عملي على ما استمع إليه الطالب في البرامج التعليمية في التلفزيون، على اعتبار أن برامج التلفزيون مكملة للبرامج الدراسية. يعني من الآخر، المدرس ما عادش دوره يشرح، ولكنه هيطبق اللي الطالب اتعلمه من الدروس الأونلاين أو الدروس من خلال القنوات التلفزيونية أو حلقات البرامج التلفزيونية. وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم أن البرامج التلفزيونية أو التعليمية المذاعة في القنوات التعليمية قبل زمن كورونا كانت عند بعض الناس رفاهية، لكن بعد زمن كورونا تغير وضعها تماما. يعني أصبحت القناة التلفزيونية أو القناة التعليمية هي بمثابة المصدر اللي الطالب من خلاله هيتلقى وهيتعلم الدروس التعليمية، ده على حد قول مين؟ رئيس أو وزير التعليم والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم. حيث قال النائب وزير التربية والتعليم: الحلقة الواحدة من البرامج التعليمية التي ستذاع في القنوات التعليمية في التلفزيون ستعادل 4 حصص في المدرسة، مشيرا إلى أن الطالب سيعتمد على هذه البرامج التعليمية في الأيام الدراسية التي سيتعلم فيها الطالب عن بعد من خارج المدرسة. وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: نؤكد لجميع الطلاب أن اليومين أو الثلاثة أيام التي سيتواجدوا فيها
في المدارس ستكون عبارة عن تطبيقات عملية على ما تم تدريسه في حصص البرامج التعليمية التلفزيونية، حيث أن حصة التلفزيون ستسبق حصة المدرسة. يعني معنى كده أن الطالب، برضو بنأكد أن دور المعلم ليس هدفه شرح المنهج، ولكن الهدف الرئيسي للمعلم هو تطبيق ما تم تدريسه في الحصص البرامج التعليمية. واستكمل نائب وزير التعليم تصريحاته قائلا: لو طالب لم يتمكن من متابعة الحلقة في التلفزيون سيتاح له أن يحملها من على اليوتيوب أو أن ينتظر موعد إعادتها تلفزيونيا. وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه قد تقرر التوسع في إنشاء القنوات التلفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليم. وأوضح وزير التربية والتعليم أن القنوات التعليمية ستكون مدرسة كاملة بنفس مواعيد المدرسة على أرض الواقع، وهذا من رابعة ابتدائي لمرحلة الثانوية العامة. يعني معنى كده أن القنوات التعليمية هتبث الدروس التعليمية لطلاب المراحل من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي. وشدد وزير التربية والتعليم على أن تنوع مصادر التعلم هدفه هو اعتماد جودة المواد وتوفير العديد من البدائل لأبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتوانى في اتخاذ الخطوات التي تحقق مصلحة أبنائنا الطلاب، متمينا المزيد من النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب. يا ترى المنظومة دي فعلا هتحقق ما يتمناه الوزير؟ هل فعلا الطالب هيستجيب للقنوات التعليمية وهيستمع إلى جميع الدروس أونلاين؟ هل الطالب هيتعلم المادة العلمية من خلال القنوات التعليمية؟ دي أسئلة إن شاء الله هنطرحها وهنأجب عليها في الحلقات القادمة. هل الطالب المصري في جميع أنحاء الجمهورية هل فعلا هيتجاوب مع القنوات التعليمية؟ هل الطالب كلها أسئلة طبعا مطروحة، هل الطالب هيفهم المادة العلمية من خلال القناة التلفزيونية وهيستغنى عن المدرس؟ مش هيستغني، يعني المدرس هيطبق اللي هو هيتعلمه. هل الكلام ده فعلا هيطبق في مصر؟ هل الطالب في جمهورية مصر العربية في بلدنا هيتعلم أونلاين المواد العلمية جميعها وهيطبقها في الامتحانات من خلال أونلاين؟ طبعا دي أسئلة، ده اللي هي إن شاء الله هنوضحها في الحلقات القادمة على أرض الواقع، وبالتوفيق للجميع. وقد خصصت الوطنية للإعلام تردد جديد للقنوات التعليمية المتخصصة، حيث تم توفير التردد بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات برئاسة اللواء أحمد أنيس. وهو تردد طبعا تردد معانا 12380 أفقي لعرض المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية عربي ولغات. يأتي ذلك بالإضافة إلى تردد القناة التعليمية الحالي 11747 رأسي، وتعرض المواد الدراسية لمرحلة الثانوي أولى تانية تالتة عربي ولغات أيضا وتعليم فني، وذلك بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تبث على القناة الإقليمية القنوات الإقليمية لكافة المراحل التعليمية. يعني مش كده وبس، لا، في برامج تعليمية بتبث على قنوات تعليمية لكافة المراحل التعليمية. طبعا نتمنى ان الكلام ده فعلا يحقق في مصر، ونتمنى ان الطالب المصري يتعلم اونلاين ويستجيب ويتجاوب مع المنظومة التعليمية، والتوفيق للجميع. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكوا كل جديد.